هذا يقول: هل للصائم أن يتسوك بسواك فيه بعض المواد الكيماوية وبعض الروائح العطرة أصله على طبيعته ورائحته الأصلية؟ ما في مانع. أما المسواك المشرب بالطيب أو بمواد أخرى فيتجنبه الصائم، لأن هذا ما هو من طبيعة المسواك، هذا معمول فيه عمل، يتركه الصائم، يتسوك بسواك عادي من شجرته، من أصله، ما فيه تغييرات.